السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى ما اخترناه لكم من صحافة اليوم. نبدأ من صحيفة الجارديان التي نشرت تحقيقا عن الصحفيين الفرنسيين المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم. جاء فيه قال الصحفيون الفرنسيون الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم بعد خطفهم في سوريا إنهم كانوا يقيدون في سوريا في زنازين صغيرة تحت الأرض من دون أن تصلها أشعة الشمس خلال وجودهم فيها لمدة 10 أشهر. وقال الصحفيون بعد وصولهم إلى باريس حيث كان في استقبالهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنهم لم يتلقوا معاملة طيبة خلال وجودهم في سوريا، حيث كان عدد من المجاهدين الفرنسيين من بين مختطفهم. وقال ديدير فرانسوا أحد الصحفيين إن ظروف اختطافهم كانت صعبة جدا وعنيفة في بعض الأحيان، وأضاف أنه وزملاؤه شعروا بالراحة بعد الإفراج عنهم، خصوصا وأنهم رأوا السماء الزرقاء التي لم يروها لقرابة العام. نواصل مشاهدينا الكرام مع صحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت مقالا بعنوان سياسة باراك أوباما في آسيا ملتبسة ومشوشة. كتبت الصحيفة تقول إن أنصار الدور الأمريكي في آسيا يرون الأزمة الأوكرانية تشويشا عليهم وكذا النزاع السوري، وستملأ الغبطة قلوبهم هذا الأسبوع لأن الرئيس باراك أوباما شرع في جولة آسيوية بدأها من اليابان على الرغم من تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذه الخيارات لا ترضي الجميع، ويرى منتقدون أن الرئيس الأمريكي ينتهج مفهوماً مفاده أن آسيا هي المستقبل، وهو ما جعل الولايات المتحدة تهمل مشاكل أكثر خطورة في الشرق الأوسط وأوروبا. وتضيف الصحيفة أن المنتقدين يرون أن تركيز أوباما على آسيا أرخى العلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد لاستخدام القوة. وترى فاينانشال تايمز أن هذا التحول منطقي لأنه من المتوقع أن تصبح الصين في العقدين المقبلين أقوى اقتصاد في العالم، وستكون بالتالي المنافسة الأوحد للولايات المتحدة على المدى الطويل. وتضيف الفاينانشال تايمز إن عدم قدرة واشنطن على التركيز على آسيا ازداد بتولي جون كيري منصب وزير الخارجية بدلا من هيلاري كلينتون، فقد فهمت كلينتون أهمية آسيا، أما كيري فهو منشغل أكثر بالشرق الأوسط والخلافات الإسرائيلية الفلسطينية بحسب الصحيفة. وتضيف فاينانشال تايمز إن تعزيز واشنطن لوجودها العسكري في آسيا مهم لإقناع حلفائها هناك بأنه ليس عليهم أن يقبلوا بدور ثانوي مستقبلاً في منطقة تسيطر عليها الصين. نواصل مشاهدينا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالاً لطارق الحميد بعنوان كل شيء في سوريا هزلي. قال فيه على إثر إعلان نظام طاغية دمشق موعد الانتخابات الرئاسية، وصفت أمريكا تلك الخطوة بالمحاكاة الهزلية للديمقراطية، والأمر نفسه صدر عن فرنسا التي وصف وزير خارجيتها بشار الأسد بالطاغية المطلق. فهل كل هذا يكفي للتعامل مع الأزمة السورية الدموية؟ الإجابة بالطبع لا، بل إن كل ما يحدث في سوريا هزلي، سواء حيل الأسد المكشوفة منذ 3 سنوات أو ما تفعله إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية العراقية بسوريا. والهزل نفسه ينطبق على المواقف الدولية تجاه الأزمة نفسها، ومنها الموقف الأمريكي المرتبك والمتردد. فبينما نرى الجدال الأسدي الإيراني حول من قام بالدور الأساسي في صمود الأسد، ونرى تفاخر حزب الله بأنهم من صد المعارضة عن إسقاط الأسد، ونسمع كذلك تصريحات نور المالكي عن وهم من يظنون أن بمقدورهم إسقاط الأسد. وسط كل ذلك نجد أن الإدارة الأمريكية مشغولة الآن بنقاش مفتوح حول إمكانية تسليم صواريخ مضادة للطائرات للمعارضة السورية على أن يكون تسليمها من خلال صاروخ لكل عملية،
وعلى أن يسلم الصاروخ الآخر بعد تقديم فيديو يثبت كيفية استخدام الصاروخ الذي تم تسليمه. والمؤكد أنه حال قراءة الأسد هذه المعلومات فإنه سيستلقي على ظهره ضحكاً. فبينما تشير التقارير إلى استخدام الأسد الكيماوي مرة أخرى ضد السوريين، نجد أن واشنطن مشغولة بتفاصيل صغيرة ومضيعة للوقت والأرواح، مما يمكن الأسد من ارتكاب مزيد من الجرائم والقيام بمزيد من المواقف الهزلية. وما تفعله واشنطن ينطبق أيضا على باريس المشغولة بكيفية ملاحقة رعاياها المنخرطين في الجهاد في سوريا، بدلا من السعي لإزالة أسباب التطرف وتدافع الشباب للقتال هناك. هذا عدا عن تجاهل الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم أهمية وقف تدفق المتطرفين الشيعة إلى سوريا أيضا، وليس التركيز فقط على المنضمين إلى داعش التي لا فرق بينها وبين إرهاب حزب الله. وهذا القصور في فهم الأزمة السورية هو ما أدى إلى مهزلة ظهور الأسد في قرية مسيحية مهنئا إياهم باحتفالاتهم الدينية الحالية ليقول أي الأسد ليقول للغرب إنه حامل أقليات، كأنه بات من المسموح به قتل السنة طالما تحمل الأقليات. فإذا لم تكن تلك مهزلة فماذا يمكن أن نسميها؟ وعليه فإن الحقيقة المعلومة لكل من تعامل مع الأسد ومن يسانده هي أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة، فالأسد ومن خلفه يعتقدون أن السياسة والتفاوض ما هما إلا كذب وتحايل، مثلهم مثل كل الطغاة. ولذا فإن كل المعالجات التي تتم بحق الأزمة السورية اليوم ما هي إلا جزء من مشهد هزلي متكامل، سواء من قبل الأسد أو المجتمع الدولي. وهذا المشهد الهزلي يقول لنا إن الأسد لن ينتصر، ولكن الدماء ستسيل أكثر ما دامت واشنطن والمجتمع الدولي غير جادين في وقف إرهاب الأسد وجرائمه. ننتقل الآن إلى صحيفة الاتحاد، حيث نشرت مقالة لطيب تيزيني بعنوان أين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية؟ جاء فيه: طلع علينا التلفاز في 16 من نيسان ببرنامج يهز الإنسان كرامة وضميرا ومصيرا، ويطرح أسئلة عظمى على المشاهد عموما والسوري خصوصا. أما هذا البرنامج فينقل لقاء يعلن أنه يعالج قضية تتصل، هكذا قيل، تتصل بحالة مذهلة حدثت في سجن بسوريا تسيطر عليه عناصر من الشرطة العسكرية. أما ناقل هذه الحالة فهو واحد من هذه العناصر انشق عنهم واسمه سيزار، وقد ظل هذا صامتا إلى أن وجد المكان المناسب للإعلان عن المشاهد المرعبة في السجن المذكور. من طرف آخر كان المتلاقون في البرنامج التلفازي ذوي علاقة بمجلس الأمن، مع أنهم التقوا بكيفية مغلقة غير رسمية وغير ملزمة، وقد أعلن رئيسهم أنهم يلتقون بهذه الطريقة وبتلك الصفة بعد أن أعلنت روسيا والصين كلتاهما اعتراضهما الفيتو على رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. والآن علينا أن ننقل ما نقله الشرطي المنشق مما شاهده مشاهدة العين في السجن. لقد أعلن السجين المنشق هذا في ملف السجون في سوريا أنه يوجد في هذه الأخيرة 11,000 من السجناء، وكانت هنالك صور أخذت لهؤلاء وصل عددها إلى 55,000، وهذه الصور أخذت لأولئك 11,000، وبالتالي يكون لكل واحد من هؤلاء 5 صور. أما أعمار السجناء فهي بين 20 و40 عاما، وقد التقط تلك الصور ذلك الرجل سيزار ما بين عامي 2011 و2013. أما كيفية قتل أولئك السجناء 11,000 فقد تمت بطريقة الخنق باليدين وليس بطريقة الإعدام. هذه هي الصورة الفائقة الوحشية التي ناقشها التجمع المذكور في ضوء الاعترافات التي قدمها الشرطي العسكري الذي ضبطها بعد أن شاهد أحداث الخنق وقرر بعدها أن ينشق عن أولئك الوحوش القتلة. لم يحتمل الرجل تلك المشاهد، فكان بحاجة هائلة لاكتشاف أن ذلك الذي طلب منه القتل بطريقة الخنق باليدين.
يحتاج أن يتحول الإنسان المعروف بالعاقل إلى كائن آخر ليسميه المرء ما شاء. ولعلنا نعود إلى مرحلة تاريخية منصرمة، هي تلك التي عاد إليها المفكر الفرنسي ريني جينون، توفي عام 1951، أي إلى الإسلام، فوجد فيها حلاً لما لم يجد فيه مثل هذا الحل، ثنائية الشرق والغرب، هي التي عاد إليها جينون، هذا الشرقي الذي يمتلك شعوراً بالآخر، والغربي الذي لا يمتلك شعوراً بالآخر. جينون الذي كتب كتابه الشهير أزمة العالم الحديث، وجد أنك إن أردت العيش فعليك أن تنبذ العالم الغربي الحديث وتأخذ بقيم العالم القديم، ومن ثم فأنت تسير بقدم واحدة. كانت تلك الفكرة التي جرى تجاوزها، ها هي تلك المتمثلة بالمادي هنا الشرقي والسوري من ضمنه، من أجل امتلاك المادي، ولكنك حين ترغب في الاثنين كليهما معا فإنك تكون قد أنشأت علاقة زائفة، كما هو الحال بالنسبة إلى روسيا التي رفضت الاعتراض على من تسبب في خنق 11,000 من الناس وفضلت الوقوف إلى جانب القتلة. أما لماذا؟ فإنك تواجه بفكرة المصالح من طائرات ودبابات وأسلحة متوسطة وخفيفة من تلك التي قدمتها روسيا للمتعاملين معها في المصالح. لقد ترك جينون عالمه وانحاز إلى عالم شرقي ما زال قائما في العالم العربي، يعتاش على الاستبداد والفساد والإفساد، وعلى رفض الإصلاح والنهضة والتقدم والتنوير. حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدينا، ونقرأ الآن في صحيفة راديكال التركية التي نشرت مقالا بعنوان الأب مختطف والابن أسير، جاء فيه: تذكر الأنباء الواردة أن ولايات جنوب الشرق تركيا قد تحولت إلى مناطق تنشط فيها عصابات تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وأنصار الشام والاتحاد الديمقراطي الكردي، وتعمل هذه المنظمات على اختطاف الشباب للجهاد في سوريا أو الحصول على الفدية لدعم الجهاديين في سوريا، ويذهب الآباء والأمهات إلى مناطق المواجهات للبحث عن أبنائهم وإعطاء الفدية مقابل إطلاق سراح أولادهم الذين يقدرون بالمئات بحسب الأنباء الواردة، ويعتبر نذير جلك والد الشاب مراد جلك من ولاية ديار بكر أحد هؤلاء الآباء الذين تعرض أبنائهم للخطف لإجباره على القتال بجانب جبهة النصرة. يقول الابن الأكبر للعائلة عيسى جلك إن والدهم كان قد ذهب إلى مدينة حلب للبحث عن أخيهم، واستمر بحثه عدة شهور ليتأكد في نهاية الأمر أن ابنه مراد قد أسر من قبل عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجرى تجنيده للقتال في صفوفهم. ويستطرد عيسى أنهم فقدوا الاتصال بوالدهم منذ ذلك الوقت، مناشدا السلطات إنقاذ والدهم وأخيهم بأسرع وقت. نواصل مشاهدينا الكرام مع موقع كلنا شركاء، حيث نشر مقالا لمحمد وجيه جمعة بعنوان من حزيران النكسة إلى حزيران اللعنة، جاء فيه: الخامس من حزيران عام 1967، تاريخ حفر في عقول السوريين وترسخ بمعنى النكسة التي تسوغ أقسى أشكال الخيانة، حيث سلم وزير الدفاع حافظ الأسد مرتفعات الجولان للصهاينة بدون حرب. من خط الجبهة الأول يصرخ وزير الصحة عبد الرحمن الأكتع: الأرض عرض يا خونة. في الثالث من حزيران عام 2014، سيبحث السوريون عن وصف لأكبر فاجعة تحل على شعب عبر التاريخ: أقتلكم، أدمر بيوتكم، أهجركم، أشردكم، أجعل من جماجمكم صناديق اقتراع، ومن دمكم حبرا انتخابيا، ومن آلام أطفالكم أصنع هتاف النصر عليكم وعلى وطنكم. حكاية طويلة كل مشاهدها تفضح علاقة الاستبداد بالوطن وأبناء الوطن،
ولا ندخل في عالم المقارنة بين جهنم وجهنم، بل لعلنا نغوص في أعماق الخليقة والبشرية لنتساءل عن سوريا في الأمس القريب شربنا معه من ماء بردة، واليوم يوقع للجلاد على صك إعدامي. لا يعنيني أنها انتخابات مرفوضة من بان كي مون ومن كل أحرار العالم. أسألك أخي السوري، ألم تسمع تكبيرة الشهداء في ساحة حينا؟ ألم تسمع أنين أطفالي؟ ألم تكن جاري وشريك أفراحي؟ فهل يرضيك نزوحي وهجراني؟ فهل تختار لنفسك رئيسا من استباح عرضي ودمي واقتلع أظافر أولادي؟ أم أن الذي قتل أولادي انتزع منك أخوتنا وسوريتنا؟ فهل ترضى لمن يدمر بيتي أن يستعير يدك لخنق أولادي؟ أنا سوريتي لا تكتمل إلا بعناقك، فلا يفرقنا شيء مادام ترابها يجمع بقايا أشلائي. سوريتي رقم لا يقبل القسمة، وهويتي عصية على التمزيق، ولا مكان لحالش وداعش على أرض أجدادي. والمجرم يريد أن يبني في الثالث من حزيران سدا منيعا بيني وبينك، أساسه الطائفية والحقد، وجداره من حجارة منزلي مجبولا بدم الأبرياء. فهل أنت المعين أم الباني؟ ساعات طويلة انتظرنا أمام الفرن، ارتجفنا خوفا من دورية الأمن. صوت الجلاد ترك أثرا أكبر على ظهرك. نعم، هو نفس الجلاد الذي اعتدى على ابنة الجيران. ليته لم يكن حزيران أحد الشهور، وليتها لم تكن النكسة، فلا الأب ولا الابن ولا لعنة التاريخ في الثالث من حزيران القادم. نصل مشاهدينا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم، حيث نشرت صحيفة عنب بلدي مقالا لجمال الزعبي بعنوان مدلولات الأسد أو نحرق البلد. قال فيه: النظام السوري هو أحد الأنظمة التي تتبع للمعسكر الشرقي، ويعتبر من أهم عناصر التوازن في المنطقة العربية بنظر حلفائه وجيرانه، ويفوق بالأهمية الأردن ومصر. ولو أنه محسوب على المعسكر الشرقي، فهذا لا يعني إقرار العداء للمعسكر الغربي، بل على النقيض تماما. هناك أعمال استخباراتية كبيرة قام بها لصالح الولايات المتحدة. المراد قوله إنه ليس كسائر الأنظمة السطحية التي تقف على هامش السياسة والتي تسلم نفسها في أول منازلة، فالارتباط المصري المشكل خلال الحقبة الزمنية لاستلام العلويين الحكم على الصعيد الداخلي والخارجي هو بيت القصيد. والمسألة الوجودية بعبارة إما أنا أو طوفان ليست من فراغ، لكنها وليدة ظروف معينة نشأت خلال تطبيق سياسة فرق تسد ذات المنشأ البريطاني والفرنسي من أفكار سايكس بيكو. ومن شأن هذا الأسلوب في التعامل والحكم تقطيع الأوصال بين الناس وإلغاء التكتلات الشعبية ممن هم أنداد للنظام، وهذه التكتلات تعتبر أيقونة أي انقلاب وثورة ضد أي نظام حكم. بمعنى آخر، تحطم مخططات استعمارية دولية من مساعيها السابقة إيصال هذه المنظومة المخابراتية لسدة الحكم والموكلة بحماية الحدود مع إسرائيل، الحدود اللبنانية والسورية. ومنذ ذلك الحين يقدم النظام نفسه كأفضل خيار تسقط دونه الاحتمالات، وليقينه بهذه الحقيقة أطلق شعار الأسد أو نحرق البلد. فحيثما حل الخراب والدمار نجد هذا الشعار مكتوبا يحمل في طياته مدلولات سياسية عميقة. الأسد أو نحرق البلد، أي أنه إما أقبية المخابرات ومرارة العيش أو التقسيم والخراب والجوع والتشرد، فهي رسالة للشعب الذي ثار بأن العلاج إن وجد فهو البتر وضياع البلاد، وأن النظام خير الموجود وقد نجح لمدة 4 عقود في تمثيلية المقاومة، فكانت تجارة رابحة وحجة واهية لاستنزاف قدرات الشعب والدولة في سوق الهتافات،
واستطاع من خلالها حجبهم عن الخوض في سلك السياسة واقتصار هذه المهمة على العائلة الحاكمة، ولتبقى الجولان شماعة وبطاقة خضراء لأي جريمة يرتكبها بحق الشعب، فكل ظالم لابد أن يجد لظلمه تأويلا. الأسد أو نحرق البلد، أي فلتعلم أيها الشعب السوري أني سأجعلك ترى جحيم الماضي جنات النعيم أمام مأساة الحاضر. بطشي سيطالكم بالسيارات المفخخة والاغتيالات والجوع والحرمان. الأسد أو نحرق البلد هي نتاج تجربة دموية في حماة مشابهة لتجربة الثورة الآن مع فارق حجمها. شاركت في وأدها ذات الدول المشاركة فيما يسمى أصدقاء الشعب السوري، ممن أقاموا معسكرات لتدريب المقاتلين آنذاك ويفعلون ذلك الآن بثوب الصداقة. إنما يتفق عليه بالسر والخفاء أخطر وأهم من الظاهر في الإعلام، لذا لا يتعجب أحدنا من تحول مفاجئ وتدخل غير مسبق للتمهيد له، قد يعيد ترسيم الحدود وبسط سيطرة ونفوذ من نوع معين. الأيادي الخفية تعمل عملها، وقوى الشر اجتمعت وقوى الخير عليها الاتحاد، وكما يقال الحقيقة المرة خير ألف مرة من الوهم المريح، وكما يعلمنا الماضي بأن الفوضى كالفريسة يجتمع عليها الوحوش كما يجتمع الذباب على اللبن الآسي. علمنا التاريخ أن نحذر من صيادي الفرص الذين شاهدناهم في البوسنة وكوسوفو والشيشان والعراق ومالي وليبيا والسودان واليمن وغيرها، ونتكبد الخسائر والتضحيات على حساب سيادتنا وأرضنا وديننا. الأسد أو نحرق البلد، من هنا مر رجال الأسد، من هنا مر المغول، شعار كل ظالم وعنوان كل مجرم عبر التاريخ مع اختلاف المسميات، لكن التجبر والتعنت والتكبر غريزة المستبدين وفطرة الظالم، لأن ملة الظالمين واحدة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.